أحسن الله إليكم، هل تعتبر الرسومات من ذوات الأرواح المرسومة على بعض فرش المنزل كالزوالي والكنب وغيرها، هل تعتبر مهانة فتجوز قنيتها أم ماذا نفعل بها؟ سؤال رمز صاحبه إلى اسمه بالحروف سين راء جيم. أولا، إذا أمكن تجنب الأشياء التي فيها صور واستبدالها بأشياء سليمة من الأثاثات أو الأواني أو غيرها، فهذا أحسن وأبعد عن الشبهة. أما إذا لم يمكن وكانت هذه الصور ممتهنة في الفرش أو في المساند تكأ عليها ويجلس عليها ويداس عليها، فإنها لا عبرة بها لأنها تصبح مهانة. نعم.